هل من الممكن إن أنت تبقى جرافيك ديزاينر من غير ما تبقى خريج فنون جميلة أو فنون تطبيقية أو أي كلية لها علاقة بمجال الجرافيك؟ كنت بتدور على الإجابة فهي نعم. خلينا في البداية نتكلم عن شرط هيخليك جرافيك ديزاينر ناجح، هو شرط بسيط جدا. الشرط ده انك تبقى شغوف بالجرافيك ديزاين، بمعنى اصح انك ما تكونش متجه للمجال ده بغرض انك تجمع من وراه فلوس وتعتبره سبوبة. اي نعم الفلوس مطلوبة في اي شغل في الدنيا، بس حبك للجرافيك ديزاين اكتر هيكسبك حاجات اكتر من الفلوس. خلونا نتكلم عن ايه الخطوات اللي المفروض نعملها عشان نحاول ان احنا نعلم نفسنا ذاتيا. ستيب نمبر 1 learn the fundamentals، وهي انك تتعلم اساسيات البرنامج اللي انت محتاج تشتغل عليه. وفي النقطه دي في منصات كتير ممكن تساعدك، زي يوديمي، زي كورسيرا، زي انفاتو توتس، ومنصات غيرها كتير. وعشان تتعلم الاساسيات كويس محتاج انك تتفرج كتير، تطبق كتير، تشوف حاجات وتحاول تقلدها. ومن المنصات اللي ممكن تساعدك في الجزء ده منصات زي بيهانس، زي ارت ستيشن، زي دريبل، ومنصات غيرها كتير. ستيب نمبر 2 انفست ان ذا رايت تولز، وهي ان انت تستثمر في الادوات المناسبه للمجال اللي انت حابب تتخصص فيه. ان كنت 2D فانت غالبا هتتوجه ناحيه فوتوشوب والاليستريتور والانديزاين. ان كنت مونتير فانت غالبا هتتوجه لبريمير. ان كنت موشن ديزاينر فانت غالبا هتتوجه للافتر افكت. ستيب نمبر 3 بيلد يور اون ورك، وهي عبارة عن انك تبني مجموعة من التصاميم والشغل الخاص بيك. لان من الطبيعي لما حد هيجي يبعتلك شغل او يوظفك في شركة هيحتاج انه يشوف جزء من الاعمال، جزء من الشغل اللي انت عملته. وهنا نيجي للسؤال اللي فئة كبيرة من اللي بتعلمه لسه في البداية بيعتبروه عائق كبير بالنسبة لهم، هو ان ازاي ابني شغل وانا معيش عميل اعمله شغل واطلع المهارات اللي اتعلمتها في الشغل ده. الموضوع سهل وبسيط جدا، هو انك ممكن تقدر تجمع بعض الاعمال الفنية الموجودة على منصات زي بيهانس، زي ارت ستيشن، زي دريبل، وتحاول تقلدها او تعمل حاجة بشكل مختلف عن الحاجة الموجودة دي. او انك مثلا تجيب براندات كبيرة تعمل لها بروجكت ان اوفيشيال، تحاول انك تطلع فيه مهاراتك، تحاول تطلع فيه اللي انت اتعلمته. ده هيساعدك جدا في انك تطور من مهاراتك، وانك تحاول تبني بورتفوليو مبدئي تدخل بيه السوق المهني بتاعنا بتاع مصممين الجرافيك. في البدايه تحس ان المستوى بتاعك سيء، بس ما تخليش الاحباط يتملك منك. مره في الثانيه في الثالثه مستواك هيتطور، وهتشوف الفرق ما بين شغلك الموجود حاليا الجديد وشغلك القديم اللي انت عملته قبل كده. ونصيحه، بلاش تمسح شغلك القديم، عشان بعد ما تعدي مده من الزمن ترجع تشوف شغلك القديم تاني وتشوف الشغل الجديد وتحس انك قدمت حاجة انت تفتخر بيها. ودلوقتي بعد ما عرفنا ايه هي الخطوات اللي المفروض تبقى متوفرة فيك عشان تبقى جرافيك ديزاينر محترف، كل اللي اقدر اقوله ان المجالات الابداعية كلها بتحتاج تطوير دائم ومتابعة لكل البرامج الجديدة والستايلز عامة. خليك دايما على تواصل لحد اخر دقيقة تفضل تتعلم. وده كان ختامنا الفيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.